بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي وحبايبي الكرام، جاد لقائنا معاكم. ارجو الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير علشان يصلك كل جديد. طبعا يا جماعة، انا عايز برضو اوصل لكم ملحوظة خطر جدا، ويعني مشكلة كبيرة بالنسبة للأرانب العشار، ان انت تفضل سايب الذكر مع الاناث في نفس المكان اللي انت بتربي فيه الأرانب، خصوصا لو انت متربي تربية ارضي. انا بتكلم للناس اللي بتربي التربية الارضي يا شباب، دي اكبر دليل حضرتك زي ما انت شايفين الذكر دوت، ودي نتاية عشار، دي ذكر ودي نتاية عشار. طول ما النتاية قدام منه يا شباب قاعد بيجري وراها كده، فطبعا ده غلط. الارنبة كده مش هتعرف تاكل ولا هتعرف تشرب ولا هتعرف ان هي تستعد ان هي تجهز بيت الولادة علشان تولد فيه. زي ما انتوا عارفين، انا بنصح اي مربي ارضي انه يعمل بيت صغير او عين صغيرة سلاكة يحبس فيها الذكر، علشان الموقف اللي انتوا شايفينه ده كده يا شباب. ما ينفعش ان الارنبة تكون عشار وتسيب الذكر يفضل يجري ورا الانثى، ورا الانثى كده زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا الانثى ديت يا شباب، انا يعني حبيت اوصل لكم بس ملحوظه، علشان في ناس كتير تقول لي احنا بنسيب الانثى مع الذكر مع الاناث. انا عندي 3 اناث، انا عندي 4 اناث، انا عندي 5 اناث، وسايب الذكر في وسطهم. طبعا ده غلط. يعني انا بنصح ان عدم يعني ممنوع انك تسيب الذكر في وسط الاناث. طول ما انت سايب الذكر يا شايف وسط الناس كده بيبهدل فيهم ويفضل يجري وراهم، الانثى لا تعرف تاكل ولا تعرف تشرب ولا عارفه تجهز بيت الولاده ولا الكلام ده. ثانيا، لو الانثى بتاعتك جت وولدت وانت ما انتش موجود، او ولدت بالليل او ولدت الصبح وحضرتك في الشغل او ما انتش موجود معاهم، الانثى في الوقت ده يا شباب بتكون ان هي جاهزه للتلقيح. طبعا لو هي جايبه عدد مثلا 9 10 11 حسب العدد اللي هي جايباه، وتم عمليه التلقيح يا شباب تاني يوم الولاده او تالت يوم الولاده، بيكون غلط على الام بالنسبه، وغلط على الصغار. لا الصغار خدت حقها في الرضاعه ولا الام خدت حقها في الراحه. طبعا دي معلومه حبيت اوصلها لاخواتنا وحبايبنا الكرام. ارجو الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.